صفر زائد أربعة قسم اتنين لأربعة قسم اتنين تساوي اتنين. شو يعني هذا الحكي؟ إنه عندي صفر، واحد، اتنين، تلات، وأربعة. مين الرقم اللي بيتوسط؟ اللي هو اتنين. هاي عندي هون رقم، يعني بشطب رقم من هون، رقم من هون، هاي راحوا. تاني رقم من هون ورقم من هون، هاي راحوا. إيش القيمة اللي بتتوسط؟ اللي هي اتنين. إذن حلنا صحيح. باجي على الخمسة لتسعة. خمسة لتسعة عندي خمسة زائد تسعة اللي هي أربعتاش قسم اتنين وتساوي سبعة. عندي الفئة، في عندي كمان فئة اللي هي عندي من عشرة لأربعتاش. كيف بدي أوجد مركز الفئة لإلها؟ باجي بحكي عشرة زائد أربعتاش قسمة اتنين. عشرة زائد أربعتاش اللي هي أربعة وعشرين. أربعة وعشرين قسمة اتنين ويساوي اتناش. إذن مركز الفئة لعشرة لأربعتاش اللي هي اتناش. عندي كمان فئة من خمستاش لتسعتاش. من خمستاش لتسعتاش كيف بدي أوجد مركز الفئة لإلها؟ فباجي بحكي خمستاش زائد تسعتاش قسمة اتنين وتساوي عندي 17. إذن عندي من 15 ل 19 مركز الفئة إلها 17. نفس الشيء 20 ل 24 بدي أجمعهم. 20 زائد 24 اللي هي 44 قسمة 2 اللي هي 22. 25 ل 29 بدي أروح أجمع لهم. 25 زائد 29 بدي أجمعها قسمة 2 معطيني 27. هيك أنا أوجدت مركز الفئة لكل الفئة. طبعاً سادس أنا كاختصار إنه ما أعطيتك إياه إنه بس حل جزء منهم، لكن أنت على دفترك بدك تحل كامل مركز الفئة، يعني لكل فئة بدك تطلع مركزها. أنا هون حليت لك إياهم مباشرة. كيف طلعناهم؟ من خلال القانون اللي هو مركز الفئة الحد الأعلى زائد الأدنى قسم التنين. كتسهيل كمان سادس لإلك، طلع معي. بس طبعا هاي ما بدي اياك تستخدمها، بدي اياك تستخدم انا القانون. لكن لو كان في عندي ضع دائرة بسرعة انه بدك تحل، طلع معي. او كاختصار للوقت، لانه بعرف انه الطلاب بملوا انهم يضلهم يكتبوا القانون نفسه ويضلهم يحلوا على كل فئة بالقانون. طلع معي كاختصار، بس الافضل انه ما تعتمدها، تعتمد القانون. تيجي بتحكي من 2 ل 7 قديش يعني 2 زائد كم صار عندي 7 اللي هي زائد 5. انت زدت 5. 2 زائد 5 7. طيب 7 زائد 5 اللي هي كم؟ 12. يعني انه زدت 5 لكلهم. كيف جبت الخمسة؟ ليش زدت 5 انا؟ لانه انا عندي طول الفئه كم؟ 5. وانا حكيت لك طول الفئه بيكون ثابت لكل السؤال. فباجي بحكي 2 زائد 5 7. يعني هاي الخمسة بتتغير على حسب السؤال. انا هون 5 لانه انا عندي طول الفئه 5. لو كان عندي طول الفئه 6 فبجمع 6. لو كان طول الفئه 7 بجمع 7. يعني باجي بحكي 2 زائد 7 ويساوي مركز الفئه التي تليها. اما هون انا عندي طول الفئه 5 فباجي بحكي 2 زائد 5 7. 7 زائد 5 12. هال بستخدمه، مش مضطرة اني اروح استخدم القانون، لا هون بسرعة مباشرة. لكن انا حكيت لك الافضل انه تلجأ للقانون، تستخدم القانون. 12 زائد 5 17، يعني انت راح تضلك تزيد 5. 17 زائد 5 اللي هي 22. وعندي 22 زائد 5 اللي هي 27. لكن سادس الأفضل إنه إيش؟